اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر وسوء ما قضيت، فإنك يا مولانا تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله. سبحانك أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وسجودنا وركوعنا. اللهم تقبلنا في الصالحين، واجعلنا من أوليائك المقربين، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارفع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم ما هم فيه يا كريم، اللهم عجل بنصرهم وتأييدهم يا رب العالمين. اللهم حرر بلادهم، وحرر المسجد الأقصى الأسير، ورده إلى أيدي المسلمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم، واكتبنا عندك من عتقائك من النار ومن المقبولين يا رب العالمين. اللهم اصلح أولادنا وبناتنا ونساءنا ومجتمعنا وأحبابنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأجدادنا ولأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، واصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، واجمع كلمتهم على الحق والدين، وردهم إلى دينهم ردا جميلا يا رب العالمين. نسألك حسن الخاتمة، ونسألك العلا من الجنة، ونسألك أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.